برنامجكم الأسبوعي نقطة ضوء. في هذه الحلقة أستضيف وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير النفط الأسبق الدكتور عادل الصبيح للحديث حول قضايا تعلق في المشاريع الإسكانية ومشروعات التنمية. أهلا وسهلا فيك دكتور في هذه الحلقة. أهلا وسهلا وأشكركم على الدعوة وأحيي المشاهدين الكرام وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. حياك الله دكتور. نبي نشوف هالتقرير، نبي نذكرك في وجودك في الحكومة سابقا، نبي نشوف هالتقرير وراح نرجع لك مرة ثانية. على خير أعزائي المشاهدين لنشاهد هذا التقرير. الدكتور عادل خالد الصبيح الذي كان يحمل حينها حقيبتي الكهرباء والإسكان، وتألف الاستجواب من 9 محاور أبرزها 6 محاور للإسكان ومحوران للكهرباء ومحور عن انتهاك الدسة الرئيس السابق لمجلس الأمة جاسم الخرافي. وواجه الوزير الصبيح مستجوبيه 3 في جلسة ماراثونية امتدت نحو 14 ساعة تقريبا. وفي جلسة التصويت على طلب طرح الثقة جدد المجلس ثقته بالوزير الصبيح ب26 نائبا، فيما أيد طلب طرح الثقة 19 نائبا، 11 منهم يمثلون أعضاء في كتلة العمل الشعبي حينها، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت. أنا لا أعرف حقيقة إذا كانت عندنا أي شركة عليها مخالفات ولم نستوفي مخالفاتنا، وأعرف في هذا المجلس عدد من النواب اللي سعوا في مثل هذه المخالفات فلم نستجب لهم. تاريخ النشر كم؟ 19/9/93، تاريخ بدء العمل بمقتضى القانون 1/1/94، القانون أعطى مهلة 8 سنوات، 8 سنوات تنتهي في 1/1/2002، المهلة اللي نصت عليها المادة 17 يعني في الحقيقة لم ينتهي بعد. وأثناء توليه حقيبة النفط عام 2002 وقع حادث في حقل الروضتين، فقدت الكويت على إثره أحد أبنائها البررة. تحمل الوزير الصبيح مسؤوليته السياسية على الفور وقدم استقالته من منصبه وأصر عليها. وعلى إثر هذه الاستقالة قال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح والذي كان رئيسا للوزراء حينها أن الحكومة لن تجد أفضل من الصبيح. وبعد نحو 13 عاما على فتح كتلة العمل الشعبي لملف الأزمة الإسكانية عبر استجواب الوزير الأسبق الدكتور عادل خالد الصبيح، لا زالت القضية تتصدر الأولويات النيابية والحكومية دون حلول ناجعة وبدائل ملائمة، إذ وصلت طلبات الإسكان حتى الآن قرابة 110,000 طلب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. دكتور مسي عليك بالخير من جديد. حياك الله. شاهدت هذا التقرير، هذا عادنا إلى تقريبا ما قبل 13 سنة حاليا. صحيح. دكتور أريد أن أبدأ معك هذا الاستجواب الذي قدم من النواب مرزوق الحبيني ومسلم براك ووليد الجري في العام 2000، حقائقه ودوافعه. واضح ان الاستجواب كان مركز على القضيه الاسكانيه، يمكن 6 محاور من اصل 9 كانت على القضيه الاسكانيه. يا ريت نبي نرجع شوي للماضي في هذا الاستجواب وقضيه المحاور، تحديدا محاور القضيه الاسكانيه. شكرا. اولا لا اود ان تكون هذه المقابله سياسيه، لكن وان كنا سنتطرق الى شيء من السياسه، وذلك لأني أريد أن تكون المقابلة لها طابع فني يتعلق بالإسكان حتى نستفيد بالمستقبل، بدل أن ينتصر السياسي لنفسه في الدفاع عن نفسه أو الهجوم على الآخرين. لكن للإجابة على السؤال اللي تفضلت فيه سأحاول أن أوجز. أول ما شكلت الحكومة في اليوم الأول استدعاني معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح آنذاك، سمو الأمير اليوم حفظه الله، وقال أنا أريد منك شيء واحد تحرص عليه، وهو أن تحل القضية الإسكانية بشكل جذري. متى كان التاريخ تقريبا دكتور؟ فور تشكيل الحكومة اللي كنت فيها وزير الإسكان. يعني إذا مو بنفس اليوم ثاني يوم فقط. ومن هنا
أدركت أن الهدف الرئيسي لمهمتي في هذه الوزارة هو أن نضع حل جذري للقضية الإسكانية. وبناء عليه يعني عملت على فهم القضية من داخل المؤسسة وفهم الموضوع من خارج المؤسسة، وجئت إلى مجلس الوزراء باقتراح أننا نشكل فريق عمل. هذا الفريق عمل تم تشكيله من قبل مجلس الوزراء مكون من كل وزارات الدولة ذات العلاقة، وكان يقود هذا الفريق العمل مجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وجبنا مستشارين مالي، مستشار مالي ومستشار متخصص في قياس الرأي، علشان لما نريد أن نتجه اتجاه نستطيع أن نشوف الرأي العام كيف يتجه بمثل هذه القضايا. فمن الأشياء اللي قسناها في قياس الرأي رغبة الناس في الفيلا والشقة مثلا، أو البيت الجاهز فتم قياس هذا كنوع من المعيار. وقسنا كثير من الأشياء، واشتغلنا يمكن حوالي 6 أشهر أو أكثر، وعرضنا نتائج هذه الدراسة لمجلس الوزراء، أبدأ عدة ملاحظات، ورجعنا نشتغل مرة ثانية علشان نتلافى هذه الملاحظات. وكنا نريد أن نصل إلى حل متوازن، يعني أن وضع تبعات إضافية على المواطن فيضعها بحد معقول، وأن حط وضع تبعات إضافية على الحكومة يحطها في وضع معقول، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى حل جذري للمسألة الإسكانية. فانتهينا بما يسمى المنظور الإسكاني الذي أقره مجلس الوزراء. هذا المنظور الإسكاني يتكون من 3 أعمال في الحقيقة. أول شيء يدخل في الوزير، عنده بعض الصلاحيات المتعلقة بقانون الإسكان، يستطيع أن يصدر قرارات، هذه القرارات تقربنا إلى المنظور الإسكاني المطروح اللي وافق عليه مجلس الوزراء. وعندنا قرارات تتعلق مجلس الوزراء، هم ممكن نستعين مجلس الوزراء في بعض القرارات التي تدخل في صلاحياته. وعندنا تعديل بعض بنود القانون التي توصلنا إلى أن نستطيع أن نطبق منظور، نستطيع أن نحقق هذا الهدف الذي انتهينا إليه. هذه القوانين التي وعدت لتحقيق هذا المنظور أرسلت إلى المجلس الأمة الذي أرسل بدوره إلى اللجنة الإسكانية. اللجنة الإسكانية لم تعقد أي اجتماع لمناقشته. اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة لم تعقد أي اجتماع لمناقشة هذا المنظور. لمناقشة هذا المنظور. بدل أن هذا قرروا يعني بطريقة ما أن نقدم استجواب للوزير، وعادة في ذاك الوقت أن الوزير المستجوب عادة ما ينتهي بالسقوط، إما بالتصويت أو الاستقالة أو التدوير، ومن ثم يعني كما تقول آية يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا المنظور لم يناقش بتاتا في المجلس أساسا، وظل بعض الوزراء يتهكمون على بعض النواب يتهكمون على المنظور الإسكاني من خلال كلامهم داخل المجلس قبل أن يصل للمناقشة. إذا المنظور لم ينفذ على أرض الواقع في مجلس الوزراء، ولم تتخذ في قرارات، لم يناقش مجلس ولم الأمة، ولم يناقش في مجلس الأمة، لم يناقش في مجلس الأمة، لم يطبق بالتالي. لا لم يطبق أصلا، لم يناقش، لم يدرج في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة الإسكانية أصلا. يعني أنت ترسل قانون لمجلس الأمة ورئيس المجلس يحوله إلى اللجنة المختصة، واللجنة المختصة يعني تقرر فيما بينها أن هذا القانون ما تبيه وتحطه ولا تناقشه. يعني الوضع الطبيعي أنك تناقشه يا ترفض وتتخذ قرار ثم طيب السؤال ليش ما ناقشه؟ لأني أنا دائما أردد في المجلس عندما يفتح مجال للإسكان أو المنظور الإسكاني، دائما أردد كلمة أقول فيها أن المجلس أمامه 3 خيارات، إما أن يوافق على المنظور الإسكاني أو يعدله ويوافق عليه أو يرفضه، هذا الوضع الطبيعي. لكن الذي يرفض هذا المشروع الحكومي الذي رفعه للمجلس، الذي يرفضه هو الذي مسؤول أمام الشعب الكويتي في تقديم البديل. فالمأزق أين يكمن؟ أنك إذا رفضت هذا لابد أن تقدم بديل، ستأتي الحكومة وتقول أحنا ما عادنا نحط حل، خلصنا احنا حطينا حل وانتم رفضتوا، تفضلوا يا اعضاء مجلس الامه اعطونا حل مالكم. بس المفروض الحكومه تقدم حل ثاني وحل ثالث. لا مو صحيح. انت 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 هل يجوز السؤال، هل يجوز ان اللجنه الاسكانيه ترفض مشروع من خلال انها ما تناقشه ولا ترسله للمجلس؟
الوضع الطبيعي أنك تناقشه وترسل توصية للمجلس تقول أنا أوصي برفض هذا المشروع، ثم يأتي المجلس ويصوت ويرفض المشروع عدل. لكن هم أدركوا تماما أنه لو وصل إلى المجلس ووصل إلى مرحلة التصويت رح ينجح، سيقر، يقر طبعا، لكن قال أنه خلنا نبترها من أساسها ونضع الوزير على المنصة ويصير تغيير وزاري على أسوأ، على أقل الأحوال، ومن ثم يمشي يذهب الوزير ويذهب المشروع معه. هذا باختصار شديد كل العملية. هذا بالنسبة للاستجواب، هذا بالنسبة لمبررات الاستجواب اللي تفضل سألت أنت عنها. زين، النائب وليد، النائب الأسبق وليد الجيري يقول أن عندك نهج خاص فيك، نهج خاص في الدكتور عادل الصبيح يبي يطبقه، وفكر ونهج، ما هو فكر فريق ولا هو فكر وزارة ولا مجلس وزارة. أولا هذا نهج خاص، هذا غير صحيح، من حيث أن الذين عملوا في هذول أكثر من 25 واحد مسؤول في الدولة، يعني منهم مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبعض نوابه، ومنهم وكيل وزارة الكهرباء، ومنهم وكيل وزارة الأشغال، ومنهم وكيل وزارة مدير عام بنك التسليف والادخار، ومنهم فريق من كذلك مجموعة من المستشارين من مجلس الوزراء. هذول كلهم الذي أقروا الموضوع. صحيح أنه يصير واحد يقود العملية ويعني عنده رؤية معينة ويعرضها عليهم، وهذه الرؤية قد تكون هي الأقوى ضمن، لكن في النهاية هذا إقرار. الشيء الثاني، لو كان إنه مجرد رأي وزير يفرضه، مجلس الوزراء عرض عليه المشروع مرتين على فكرة. أول مرة شرحنا له المشروع كله وأبدى ملاحظات على جزئيات معينة، رحنا عدلناها وعرضناها عليه مرة ثانية وناقش في جزئيات معينة وأبدى وجهة نظر في جزئيات أخرى، ومن ثم عرضناه مرة ثالثة وأقره. يعني معناتها إن هي ما هي قضية فرض، يعني صار في نقاش على مستوى مجلس الوزراء حتى يقر مثل هذا مناقشات وملاحظات. الشيء الثاني نعم عندنا تصور جديد وطرح جديد، هذا صحيح، لأن التصور القائم ما نجح، أثبت عدم نجاحه، مر عليه عدة وزراء اشتغلوا في هذا المشروع ولم يستطيعوا أن ينفذوا مشاريع بالأعداد المطلوبة، وكانت الأعداد في تراكم مستمر، وبوقتي كان عدد الطلبات وصل إلى نحو 48 أو قريب من 50,000، وصلنا 120 اليوم في ذاك الوقت، الحين يمكن 107 تصور، 107 تقريبا، 110,000 تقريبا مثلا. فبالتالي نحن مدركين أن في مشكلة، ومدركين أن الحلول القائمة ما قاعدة مي ناجحة ولم تحقق المطلوب للمواطن. طيب شو الحل؟ مو لازم نقعد ونفكر بتفكير آخر يتجنب العثرات اللي موجودة حاليا في المشروع؟ هذا هو الذي أدى هذا. ثاني شيء، قضية في غاية الأهمية، النفط كان في ذلك وقت نحو 20 دولار، 20 أو 22 دولار، وكان دخل الدولة متواضع يعني لمؤاخذة، وكان تكلفة هذا المشروع حوالي 8-9 مليارات دينار يعني في ذاك الوقت. اليوم 9 مليارات صار رقم سهل، لكن في ذاك الوقت كان رقم يعني مو سهل، وبالتالي كان لابد من وضع حل متوازن وفق طيب. الميزانية اللي هي 20 دولار. طيب إيه، وفق المتاح، وفق المتاح، وفق المتاح. يعني الوحدة السكنية في ذاك الوقت كانت تكلفنا نحو 60,000 دينار، يعني بغض النظر كومبينيشن تحطه تركيبة أرض قسيمة وقرض، ولا تحطه بيت مبني، تقريبا بحدود لما تضربه في الأعداد ستجد أنه عدة مليارات مطلوبة لحل هذه القضية. ناهيك أن تقريبا كثرهم تحتاج الحكومة تعمل محطات كهرباء ومحطات تقطير مياه وطرق سريعة وشبكات مواصلات وهكذا. فالحكومة في حقيقة هذه البنية التحتية طبعا إيه، فالحكومة في ذاك الوقت قطعا ما كانت تستطيع من حيث المبالغ. فجاء المشروع المنظور الإسكاني، شو يقول المنظور الإسكاني؟ أنا ما راح أدش تفاصيله، راح أعطيك إياه بالمختصر المفيد، لأن كانوا يسمونه منظور الصبيح، حتى ما كان يعني أي واحد يريد أن يهاجم شيء يهاجمه بهذه الطريقة. فالمنظور الإسكاني شو يقول أن الذين يمولون والذين يبنون والذين يبيعون والذين يغرضون هم البنوك مو الحكومة، عدل؟
البنوك، البنوك وشركات التطوير العقاري هي اللي تبني، تحط فلوسها، مو الحكومة تحط فلوسها. يعني أنت تتكلم على القطاع الخاص. القطاع الخاص كله قطاع خاص. طيب إحنا لما نتكلم كله قطاع خاص بدون لا نتكلم عن شيء ثاني يتعلق بدعم المواطن، لازم المواطن يدفع 400 دينار في الشهر علشان يقدر ياخذ من القطاع الخاص البيت. إحنا قلنا لا، إحنا قلنا الحكومة تدخل في جزئيات معينة من المشروع وتحط حوالي 9 مليار دينار على مدى 11 سنة دعما للمواطن، اللي ينتهي إلى أن المواطن في حقيقة الأمر يدفع قسط بيته بحدود 250 دينار في الشهر. 250 دينار في الشهر هي في حقيقتها أقل من الشقة اللي ساكنها المواطن اللي بانتظار الرعاية السكنية. يدفع أكثر الحين في ذاك الوقت يدفع، لا لا في لا لا في ذاك الوقت يدفع أكثر. يدفع أكثر من ضمن الإحصائيات اللي سويناها، جبنا كم متوسط اللي يدفعونه، كانوا يدفعون بحدود 300 دينار في الشهر. فنحن نقول تعال يا مواطن، أنت الانتظار إذا ما حطينا حل جذري فيك أوكي، فبالتالي تعالي وإحنا نوفر لك بيت، مو شقة، بيت كامل مبني وخالص وما أعرف إيش، لكن تحتاج تدفع حوالي 250 دينار في الشهر، وهذا البيت ملكك، وهل دفعت 250 مو أجار في الحقيقة، قسط للبيت. يعني اليوم اللي انتظر 13 سنة على سبيل المثال من 250 دفع على الجريب 50,000 دينار، يحطهم في بيت أحسن، في بيت أحسن، يصير باقي لليوم يمكن حوالي 20,000 25,000 ويخلص يتملك البيت. فبالتالي كان هذا هو التصور. طيب ليش عملنا التصور هالشكل؟ لأن القطاع الخاص ما لم يكن القسط مجزي ما يشتغل، ما يقدر، يعني ما يقدر. يعني إذا أنا بحط تمويل والتمويل الفوائد مالته 400 دينار، وتقول المواطن لا ما يدفع إلا 100 دينار وايد، بس ما ممكن يمشي المشروع، ولا يمكن أحد يحط فلوس عشان يشتغل. فكان هذا هو المنظور في حقيقته، يعني والموضوع كان فيه تفاصيل. كان المشروع يتطلب أن الحكومة تنفق تقريباً 9 مليار على مدى يمكن 11 سنة حسب ذاكرتي، إن لم تخن، لكن في النهاية المشروع يصرف على نفسه بنفسه. شلون؟ بأن الأقساط التي من البيوت تكون شوية أكثر من المشاريع الجديدة للطلبات الجديدة اللي ننفقها علشان الناس تأخذ بيوتها، فيصير في المشروع بالنهاية ينتهي إلى التوازن الذي يصرف على نفسه بنفسه. هذا بالنسبة للمنظور الإسكاني. تعتقد أن المنظور الإسكاني صالح لهذا الوقت؟ لا، في أنا قطعا لن يكون صالح، لأن ذاك معد وفق معطيات معينة في ذاك الوقت على مستوى معيشة معين، على تكاليف بناء معينة. اليوم الوضع يختلف، وقد أعددت واحد ثاني قد أتكلم عنه بعد قليل، يعني تصور مشابه، مو مشابه، مطور إن صح العبارة، ممكن أتكلم عنه بعد قليل. زين، يعني الحين صارنا 13 سنة من استجواب، هو يمكن تقريبا استجواب كان محاورة عن الإسكان، اليوم بعد 13 سنة على الاستجواب الذي يعني رفع حل للأزمة الإسكانية، اليوم ما هو تفسيرك لإعلان رئيس مجلس الأمة أن القضية الإسكانية هي أولوية الأولويات، وأن مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل سيضع هذه الأولوية هي الوحيدة بالنسبة له؟ 13 سنة ما كان في حلول. هو 13 سنة بلا شك ما كان في حلول، بسبب بسيط جدا، أن كان هناك عناد سياسي يتناول أن الحل هو يكمن في قانون 47، وأن 47 وقانون 27 للإسكان، وأنه أي شيء خارج إطار 47-27 هذا لن نقبل فيه. فكان هناك عناد سياسي الذي أدى إلى أن المسألة تظل متعلقة، وهناك مقاومة لأي طرح آخر، وإيهام للناس مستمر ومتكرر أن القضية مقبلة على حل، كأن يأتي وزير ويعد ب80,000 وحدة، وآخر يعد ب60,000 وحدة، وثالث يعد ب120,000 وحدة، وكل هذا يعني ثبت. لما تستعرض ماذا قيل في السابق تجد أن كله سبق، أن يعني تبين أنه وهم ولم يتحقق شيء من هذا القبيل. الثابت لدينا
بالأرقام وبالإحصائيات أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تستطيع تنفيذ أكثر من 1500 إلى 2000 وحدة سكنية في السنة. السبب بينما الطلبات حوالي 5000 أو 6000 طلب جديد يضاف إلى الطلبات عندهم. هذا راح يصير عجز وعدم توازن طبيعي. السبب يعود إلى أن مشروع الإسكان مشروع ضخم ولازم يصير مشروع ديناميكي ومتحرك وسريع، ويجب أن ينفذ من خلال محاور متعددة. لا يكفي أن يكون هناك محور واحد الذي ينفذ، لازم تروح تدخل شركات العقارية 20 شركة عقارية مثلا، 20 شركة تطوير عقاري، تعطيهم كل واحد أراضي اللي تكفيها 500 متر وتخليهم كل واحد يطور بفلوسه ومعرفه ويعرضها للبيع لمستحقي الرعاية السكنية. الحكومة تتدخل من خلف الكواليس حتى تضع أن القسط يكون معقول للمواطن والأسعار تكون معقولة يعني بمعنى آخر أنها يعني بكل الأحوال يجب أن لا تتجاوز على أسوأ الظروف يعني 25% من 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 راتب الأسرة. يعني زين دكتور، يعني ما تعتقد أن الوزراء، يعني أنت كانت عندك مرحلة مريت فيها يعني مثل ما تفضلت القضية يعني التعقيدات السياسية والأزمات السياسية، ما تعتقد أن الوزراء اللي يوعدون ب 30,000 و20,000 أيضا تعرضوا لأزمات سياسية، تعرضوا لعراقيل سياسية خلال فترة توليهم الوزارة؟ والله أنا لم أجد، يعني أنا شخصيا أنا لم أجد في أروقة الحكومة من هو حريص على أن الرعاية السكنية ما تنحل. أنا اللي شعرت أن الحكومة والسلطة كانت حريصة على أن تحل، لكن الإشكال الأكبر أن القوانين ما تسعف. الإشكال الأكبر أن الإجراءات الحكومية معقدة بدرجة أن مهما كان الوزير يعني ذكي وديناميكي ومتحرك ما يستطيع. الأجهزة الحكومية تبقى أجهزة محدودة الإنتاجية، وبالتالي كل واحد يجي متحمس ويوعد بأرقام كبيرة وبالنهاية يعني لا يتحقق شيء من الذي وعده بسبب هذه البطء أو بطء الأنبوب الحكومي في الإنجاز. يعني المدير الرعاية السكنية صبح الملة قبل فترة أعلن عن استقالته، وإن لأسباب تدخل سياسي وأسباب سياسية وغيرها، فهذه ضمن العراقيل اللي تكون موجودة عادة. مثلا وزارة الدفاع ما تتنازل عن أراضي، وزارة النفط أيضا ما تتنازل عن أراضي البلدية من جهة، هل تشابك هذا موجود بين الوزارات دكتور؟ والله بلا شك يعني أكو تشابك موجود. أنا لا أريد أن أعلق على جزئية معينة اللي تفضلت فيها، التشابك موجود لكن حقيقة كلها أمور قابلة للحل. يعني لما تقول مثلا الأراضي المخصصة للقطاع النفطي ما ممكن تخصيصها للإسكان، ليش؟ يعني أنا مريت على بيت مزرعة في بيت سكني في ولاية بنسلفانيا وكان البئر النفط في ساحة البيت. يعني ماكو شيء يمنع. يعني دكتور تتوقع انه في الفترة المقبلة ممكن؟ لا يعني انا قصدي ماكو شيء يمنع، مو بالضروري يكون ظاهر، ممكن يصير تحت الارض. يعني قصدي ان التخلي النفط عن اراضي دون الاخلال في عملية الانتاج ممكن، ولا في مشكلة في الجزئية. لكن الجزئية ليست توفير الاراضي بالدرجة الاولى، المشكلة يعني المشكلة ليست في توفير الأراضي بالدرجة الأولى يعني هي في مشكلة جزئية لكنها قابلة للحل. هي هذه ما تعتبر مشكلة لأن يقعدون 4-5 أطراف حكومية ويتفاهمون ويطلعوا بنتيجة، يعني ما هي مشكلة. المشكلة الكبرى في حجم التكاليف التي ستكون على الحكومة في تنفيذه بالوعاء الحالي، الوسيلة الحالية، عدل، والطريقة الحالية، اللي هي ينفذها أجهزة حكومية تنفذ التصاميم، أجهزة حكومية تسوي مناقصات. هذه الطريقة هي العقيمة اللي ما راح توصلنا إلى شيء. الطريقة الصحيحة أن شركات التطوير العقاري ينفذون مشاريع إسكانية ويعرضونها للبيع لمستحقي الرعاية السكنية. طيب شو ينفذون هذه؟ ينفذونها بفلوسهم. لما ينفذونها بفلوسهم يحرصون على أنها تنباع، وتنباع بالسعر المحدد من قبل الدولة، وبالتالي يكونون حريصين على البيع لأن لن يحقق بربحه إلا لما يتم البيع، عدل.
ولن ياخذ ارض ثانيه الا لما ينجز بيع هذه المنطقه، فبالتالي هو يحرص علشان ينجز وحده وبسرعه عشان ياخذ ينجز وياخذ عشان ياخذ غيرها. واذا اعطيته بالبدايه 200 وحده سكنيه على سبيل المثال وانجزها انجاز جيد، المره اللي وراها تعطيه 400 وحده سكنيه، اذا انجز انجاز جيد المره اللي وراها تعطيه 1000 وحده سكنيه وهكذا. اما الذي يتعثر ويتردد ويتلكأ هو الذي يخسر من نفسه. ولذلك عندئذ شو يكون؟ يكون اللي قاعدين ينفذون اعداد كبيره من الشركات، نفس اللي قاعد يسوونه اليوم شركات التطوير العقاري في دول اخرى، اللي قاعد يسوونه بالبحرين، اللي قاعد يسوونه في السعوديه، اللي قاعد يسوونه في الاردن، اللي قاعد يسوونه في كل مكان. شركات عقاريه كويتيه قاعد تسويه. هذه يعني بتكلم عنها، احنا سمعنا ان شركات عقاريه كويتيه في الاردن وفي السعوديه وفي البحرين وحتى في الامارات قاعده تعمل وتبني وحدات سكنيه. احدى الشركات تكلم عن 15000 وحده سكنيه في البحرين قبل فتره، شركه كويتيه. نعم. فليش ما يشتغلون عندنا في الكويت؟ هذا يدخلنا الى المنظور او التصور اللي ودي اطرحه. تفضل دكتور، بس في شغله بنعرضها اللي هي المساحات اللي تخلت عنها وزاره الدفاع. قبل تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع اعلن وزير الدفاع ان فيه اراضي في المطلع تقريبا تغطي 50000 وحده سكنيه، وايضا اراضي في اعتقد غرب الجليب. هذه ما في امكانيه تساهم بحل القضيه الاسكانيه دكتور؟ إذا 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 النمط اللي قاعدين نعمل فيه نفسه لن تحل القضية الإسكانية. ما راح تحل. هذه دكتور قاعد نشوفها. هو أعلن وزير الدفاع. أعلن وزير الدفاع أن هذه الأراضي هذه في المطلع تبعد عن العاصمة تقريبا 40 كيلومتر. نعم. كان فيها معسكر أمريكي في السابق وتركوه، والمساحة هذه كلها كاملة تغطي 52000 وحدة سكنية لصالح الرعاية السكنية. نعم. هذه الأرض اللي أعلن عنها وزير الدفاع كمساهمة في حل القضية الإسكانية. أيضا في الأرض الأخرى اللي هي في هذه اللي في غرب الجليب أيضا راح نشوفها. ما تعتقد أن هالأراضي هذه لما تجي مؤسسة مثل وزارة الدفاع أو وزارة النفط وتقول للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هذه أخذوا الأراضي، هذه الأراضي موجودة عندكم، ما تعتقد أن ممكن تساهم في حل الأزمة الإسكانية دكتور؟ أرجع مرة ثانية أقول كلام توني قلته قبل قليل. أحد المشاكل الهامشية هي توفير الأراضي من الدولة للرعاية السكنية. لكن في تاريخ المؤسسة، في تاريخ المؤسسة تقريبا أكثر تاريخ المؤسسة عندها أراضي أكثر من اللي قاعدة تنفذها، فبالتالي ما كان عندها يعني قصدي لم ياتي وقت. بس ترى كلامك خطير دكتور، انها منفذه كل الاراضي المتاحه. لانك انت قاعد تقول ان في اراضي متاحه للمؤسسه موجوده في اي وقت، في اي وقت، ولم ولا زالت لم تستغل في ذاك الوقت. ليش ما استغلت؟ مستغلت لان يبقى الجهاز التنفيذي جهاز تنفيذ حكومي يحتاج موافقات منقطعه النظير حتى يستطيع ينفذ. انا ارجع مره ثانيه، توفير الاراضي تحل القضيه جزئيا لكن لا تحلها جوهريا. جوهريا انك تاخذ هالاراضي وتخصصها لشركات التطوير العقاري وفق اليه معينه التي تجعل منها كل واحد ينفذ هذه الاراضي بشكل موازي. يعني عندنا 20 شركه قاعده تنفذ مشاريع، كل شركه تحديدها 1000 وحده سكنيه على سبيل المثال، هذه 20000 وحده سكنيه قاعده تنفذ في ان واحد. المؤسسة لم يحصل في تاريخها أن صار عندها بحجم مشاريع بهذا الحجم. زين دكتور، فاصل وبعد الفاصل راح نعاود العودة للمنظور الجديد اللي تفضلت فيه. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لإكمال هذا الحوار مع ضيفي الدكتور عادل الصبيح. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد لإكمال هذا الحوار مع الدكتور الوزير الأسبق الدكتور عادل الصبيح. دكتور مثل ما تفضلت، أنت قلت أن عندك منظور أو رؤية جديدة لحل القضية الإسكانية. نعم. يا ريت تعطينا هذه ملامح الرئيسية دكتور. قبل عدة أشهر دعيت من قبل مؤسسة العامة للرعاية السكنية في ورشة عمل، طلبوا مني أن أقدم ورقة فيها تصور للخروج من مأزق
الرعاية السكنية. فرحت بين أوراقي فوجدت أن أنا عملت دراسة في السابق وقدمتها للشيخ أحمد الفهد عندما كان وزير الإسكان، وجزاه الله خير يعني استقبلها استقبال طيب ووعد خيرا، لكن الوقت ربما لم يسعف في مثل هذه. فجبت هذه الدراسة اللي هي تعتبر نسبيا قديمة فقمت بتطويرها وتحديثها، وعملت فيها مقال نشرته في جريدة الخبر الإلكترونية حتى أي واحد يطلع عليه لما عرض في هذه ورشة العمل هذه. تصور في الحقيقة يعني بروح لنتائجه في صريح العبارة، يبدأ أن الدولة تخصص الأراضي لشركات التطوير العقاري، شركات التطوير العقاري تبني المساكن وتطور الأراضي والقسائم والذي منها وتبيع المستحقين الرعاية السكنية وفق ضوابط معينة، المشترين يحصلون دعم من الدولة بنسب معينة متعارف عليها موجودة في المقال أي واحد يرجع لها. يحصلون على 70,000 دكتور ولا؟ يحصلون على 70,000، جزء منها دعم من الدولة وجزء منها أقراض من خلال البنوك بمحفظة إسكانية كذلك مدعومة من قبل الدولة في عند البنوك المحلية. فالمواطن في الحقيقة يأخذ حقه من خلال دعم من الدولة مباشر ومن خلال دعم في نسبة المرابحة في القروض. بيت القصيد تنتهي الورقة إلى عدة خيارات للمواطن، هذه الخيارات أعلاها أنه يأخذ بيت بمواصفات الإسكان، نفس مساحة الإسكان 400 متر، ونفس نسبة بناء الإسكان حسب الشروط البلدية ذاكر في أظنها 420، وبمواصفات معينة في التشطيب يشتري هذا البيت بحدود 70,000 دينار. عدل 70,000 دينار بس يشتري البيت 70,000 دينار، الدولة تدعم من 70,000 دينار في حقيقتها تدعم 30,000 دينار، 15,000 دينار لكل فرد كويتي. فإذا زوج وزوجة كويتيين هذه 15,000 وهذا 15,000 هذه 30,000، يصير متبقي عليه 40,000. فالمواطن يصير ويقول خلاص هذا بيتي وملكي ومع السلامة، أو الخيار الثاني يقول والله ما عندي 40,000، يروح للبنوك ويقترض 40,000 من المحفظة الإسكانية المدعومة ويدفع أقساط. طيب المشكلة وين تكمن في الأقساط؟ معدل الأقساط حسب الدراسة إن أعلى قسط لأكبر بيت في ضمن الخيارات المتاحة، طبعا الخيار يبدأ من بيت ب 400 متر حسب المتعارف عليه وينتهي إلى شقة حق فرد مواطن بروحه، حتى زواج ما قدر يتزوج، هم مو معقولة بتقطة بالشارع مثل ما يحصل الآن حسب القانون العالي الحالي، أنه إذا أسرة في عيالها واحد منهم ما تزوج بالنهاية البيت وين يروح؟ يروح للورثة. هذا بروحه يطلع ما له شيء في الموضوع، المتزوجين لهم يروحوا الحكومة يأخذون، لكن هذا الفقير ما يطلع في شيء. هذا يقول لك حتى هذا الفقير نعطيه وحدة سكنية. ممتاز. عدل؟ يقول لك الحين نتكلم عن أكثر الخيارات تكلفة. أكثر الخيارات تكلفة إما إنك تحط 40,000 وتاخذ بيتك وتوكل على الله ولا حيطالبك شيء. 40,000 بس دكتور؟ بس دكتور محسوبة محسوبة. البيوت الحين ناخذ 70,000 من الحكومة ماشي ونحط عليها 60,000. إي وين السر؟ اسألني وين السر؟ وين السر دكتور؟ السر تكلفة الأرض. هني المشروع هذا الأرض ببلاش تقدمها الدولة لشركات التطوير العقاري. لما تكلفة الأرض ما تدخل في الموضوع عندئذ صارت القضية ثلاثة أرباع محلولة. اليوم أنت لما تروح تقترض 70,000 وتروح تشتري فيها قسيمة مو صح؟ صح. هالقسيمة تدفع فيها 350,000 بروحها. 350 دكتور مثلا في جنوب الجهرة القسيمة العادية ثلاثة أدوار بالضبط 320,000. طيب القانون الحالي من ناحية فعلية، القانون الحالي في حقيقته يعطي المواطن الأرض مجانا، القانون الحالي صحيح، أما مجانا أو تقدر تسميها أنه بسعر رمزي. لما نقول سعر رمزي تتكلم عن 2,000-3,000 دينار. عدل القانون الحالي. الفرق بين تصور هذا والقانون الحالي أنه أقول للحكومة يا حكومة دولة الكويت أنت ما ردك بتعطي الأرض مجانا، ليش تعطي عقب 20 سنة؟ عطيها اليوم قسيم، تعطيها اليوم. طيب أنا بعدين أحتاج فلوس؟ بعدين ما تحتاج فلوس، السيستم يقول يروح يقترض من البنك، يروح يأخذ من البنك، يأخذ من الدولة دعم محدود ويأخذ من البنك. عرفت شلون؟ البنك يعطيه بحدود كم؟ 40,000. عدل.
وثلاثين ألف قلنا حق الرجل والزوجة 15 ب 15 ألف دعما من الدولة صاروا 70 ألف. هذول 70 ألف إما يروح ياخذ قسيمة ويبنيها ب 70 ألف ولا ياخذ بيت مبني جاهز بسبع. طيب بس دكتور ما تنبني قسيمة ب 70 ألف. بجيك احنا قاعدين نتكلم عن المعيار القائم حاليا. ترى الدكتور اللي قدامك بنى بيت ترى يعني صح خدت من الحكومة أرض وبنيت ب 120 تقريبا. صح بنيت أكثر من مواصفات الإسكان. إيه متجاوز طبعا. لكن لما نتكلم عن مواصفات الإسكان هو الأساس. اليوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بيوتهم تتراوح العقود الحالية تقريبا 55 ألف للبيت البنيان الدورين هذا البيوت الحكومية المواصفات العادية اللي الحين احنا شو نقول؟ نقول هذه المواصفات هي الحد الأدنى اللي يستحق أو الحد اللي يستحق المواطن. المواطن يبي يتوسع في بيته، يبي يحط دور إضافي، يبي يحط تلبيس، هذا عنده إذن يكون المواطن. هذا الجزء المتساوي في المواطنين، البقية كل واحد واجتهاده في مثل هذا الموضوع. فعلا أخذنا قروض علشان نكمل البنيان. بس خلني أكمل لك القسط للأربعين ألف حسب المعايير الاقتصادية القائمة حاليا حوالي 242 دينار شهريا. هذا أعلى شيء على فكرة، أعلى شيء. أكو حالات 180، أكو حالات 130 موجودة في البحث. لكن أنا بتكلم عن أعلى شيء 242 دينار لمدة 20 سنة شاملة، مرابحتها شاملة، كل هالأشياء. طيب هذه ماذا تشكل؟ طبعا ما في أجار 242 الحين. أنا عارف الأجارات ما في. أنا عارف هذه ماذا تشكل في حقيقتها؟ تشكل 10% من متوسط راتب الأسرة الكويتية. هذه أرقام جايبها من ديوان الخدمة المدنية. متوسط راتب الأسرة الكويتية زوج وزوجة يصل بحدود 2541 دينار. هذا المتوسط يشكل هذا فقط 10%. يعني كأنك جبت راتبكم خذت 10% حق بيتك، وفي نفس الوقت 242 أصلا أقل من شنو؟ من قيمة الإيجارية حق أي بيت يعني أصلا. وتشكل، انتبه حق هالجزء، وتشكل 20% فقط من أدنى راتب أسرة في الكويت. يعني لو زوجين معدومين عايشين على الشؤون، أدنى راتب أسرة في الشؤون 600 دينار حق الرجال وحق المرأة حق زوجته، يطلع لهذا 1600 وهذا 600، هذا 1200. هذا يشكل 20% أو أقل من 20% من أدنى راتب أسرة في الكويت. وفي خيارات طبعا أقل، في خيارات أقل لكن بامتيازات أقل طبعا. عرفت شلون؟ وبالتالي يكون هنا التملك. طيب إذا أنا أعطيت شركات 10 شركات 15 شركة صار عندي خيارات وايد. السؤال، موجودة الشركات في طبعًا الكويت؟ طبعًا موجودة شركات عقارية في الكويت؟ طبعًا موجودة، بس ما أعطيت اللي تفضلت اللي سميتهم اللي بانين في البحرين، هذول واحدة منهم مثلاً. وثاني شيء إذا السوق موجود، إذا السوق موجود كل من يجيب ناس يساعدونه وبالتالي يشتغل في هذا المجال. طيب الحين شو استفدنا إضافة إلى ذلك؟ أول شيء المواطن استفاد أنه عنده خيارات وايد، رقم واحد. رقم اثنين استفاد أنت عنده تصاميم وايد، هذا تشطيبهم زين، هذا تشطيبهم لك عليه، هذا ما اعرف ايش، هذا دورين وسرداب، هذا دورين بدون، وهكذا. ثالث شيء وشركات كثيره بقى. انتبه لهذه النقطه. ثالث شيء هذا تمليك من اللحظه الاولى، من لحظه توقيع العقد انت تملك البيت. اليوم في الاسكان، وهذا شيء يمكن اكثر الناس ما يدرون عنه، انك انت لما تروح للاسكان المؤسسه العامه للرعايه السكنيه ويخصصون لك بيت وتنقل عيالك وما اعرف ايش وتحط وتنزل البيت. انت 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 فكرك عطوك بيت، انت في الحقيقه الامر ما عطوك بيت، البيت ما تملكته، البيت خصص لك فقط. لما تكمل فلوسه بالكامل يسجلونه باسمك. خلال هالفتره قد ينشأ شيء، خلال هالفتره قد ينشأ شيء يخلي العمليه تنصرف عن البيت عنك، وبالتالي يصير مو بيتك. احنا هنا نقول انه من البدايه، من اللحظه الاولى نقول هذا البيت تمليك لك وباسمك وباسم زوجتك طبعا، وبالتالي تستطيع ان تتعامل معاه كاصل من اصول اسرتك هذه. الخيارات الاخرى اقل، لكن اهم شيء انها مرتبطه بالشخص وليس بالأسرة. انتبه لي،
بالشخص. بالشخص طبعا، يعني من يأسه، الشخص الذي ييأس من تكوين أسرة بسبب مرض أو بسبب شيء نفسي أو بسبب عيب خلقي أو بسبب عاهة، عرفت شلون؟ هذا متى ما وصل لمرحلة اليأس من تكوين أسرة فهو يستحق. طبعا ما يستحق بيت ب400 متر، يستحق شيء أقل من هذا لإسكانه في هذا. وبالتالي أصبحنا عالجنا كثير من القضايا المتعلقة بمختلف الأشياء الأخرى. لو جئت للمقال نفسه وانتهيت، ستجد أن العلاقة تتكون بين المواطن والبنك وليس علاقة بين المواطن والحكومة، وستجد أن عشرات المتطورين يتسابقون في الإنجاز، لأن كل ما أنجزت وبعت كل ما أعطيت منافسة جديدة، تنافس ومنافسة في القضاء. وإذا سويت وما حد أقبل عليك، ستبقى أنت معلق أراضيك ليما والآخرين يمشون فيها. التكلفة الفعلية على الحكومة، الحكومة المباشرة للأسرة الواحدة اليوم تكلف الحكومة 70,000 دينار للأسرة، عدل؟ عدل. مما يجعلها عاجزة أنها تطور الخدمات التي تخدم هذه المناطق. في النظام هذا تكلفة على الدولة 30,000. هذه 30,000 لو دخلنا شكثر تدخل الدولة من المحفظة الإسكانية اللي عند البنوك، ستجدها أنها تنخفض إلى مبلغ زهيد جدا يصل إلى 14,000 للأسرة. المواطن يستطيع أن يحط 40,000 ويأخذ بيته والوجه من الوجه أبيض، ما يروح للبنك ولا خلافه. هذا هو الأسلوب أعتقد الأمثل. طيب هل اخترعنا شيء جديد؟ لا، ما اخترعنا شيء جديد، هذا معمول فيه في كل مكان في العالم. هل الأمر هذا معمول فيه؟ معمول في كل دول العالم. الفرق الوحيد ان احنا عطينا منحة 15,000 من الحكومة لكل مواطن لاستخدامها في الرعاية السكنية، سهلناها. والشيء الوحيد الثاني ان عملنا محفظة اسكانية ان الحكومة تضخ فيها فلوس وتسترجع هذه الفلوس، تنتبه لي، تسترجع هذه الفلوس مرة ثانية وتحقق ربح بسيط جدا على اساس ان المواطن يدفع يعني نسبة الفائدة عليه قليلة. الحكومة أصلا قاعدة تضحط ودائع في البنوك بنسب متدنية، حكومة دولة الكويت. احنا نقول نفس هالودائع أو مثلها حطها في محفظة إسكانية عند هذا البنوك، البنك يدخل له 1% كإدارة وخلافة، وانت تاخذ نفس النسبة اللي تاخذها من البنوك، فيكون هناك تقريبا بحدود 3% أو 4% مرابحة على المواطن للـ40,000. المدة دكتور يعني ممكن تكون مدة الانتظار معدومة سنة سنتين بالنسبة لل... أنا أعتقد أول شيء طبعا نحتاج بعض الوقت، لأن احنا لأن تصل المسألة إلى انتظار 4-5 سنوات حسب القانون، لكن النجاح واستمراره يؤدي إلى انخفاضها. أنا لن أستبعد أن بعد 10 سنوات مثلا من التنفيذ، لن أستبعد ولا أستطيع أن أجزم ولا أعلم الغيب، أن يكون هناك ناس يتزوجون ويروح يدور له على طول قسيمته جاهزة، يروح يدور من المطورين، يشتري، يا اشتري من هذا يا اشتري من هذا وهكذا. يعني القضية دكتور يعني احنا نسمع كل هالسنوات هذه ان الكويت مستغل من اراضيها 7% 6%، وان وزارة النفط مثل ما تفضلت قلت لك، وزارة النفط وزارة الاسكان ما تنازلت عن اراضي، وان المشكلة كلها في قضية المساحات. انت اليوم وزير اسكان اسبق قاعد تقول المشكله مو في الاراضي، لا المشكله في الاداره، المشكله بالاراضي الجزئيه، المشكله بقدره الحكومه على التنفيذ، على قياده التنفيذ، هذا الاشكال الاكبر. يعني الحين مثلا البنايات الطويله هذه الابراج اللي موجوده في الكويت، لو كانت مطلوب تنفيذ حكومي ممكن يصير؟ ما ممكن تستطيع، مناقصات وما اعرف ايش وديوان محاسبه واجراءات ويعني بايب لاين طويل. هو دكتور الهدر في المشاريع وبعض التجاوزات وبعض السرقات تخلي العالم تتكلم، يعني انه لازم يكون في فعلا مناقصات، لازم يكون في دوره معينه. لا ولذلك انا اقول خلي المنافسه بين الشركات وبعضها، يعني خلي القطاع الخاص هو اللي يشتغل، انا شو دخلي في الموضوع؟ انا اللي يهمني ولدن يقرا. هذا المشروع انا ابي بيت، هذه مواصفاته 1 2 3، هذه مساحاته 1 2 3، هذا تشطيبه 1 2 3 الى اخره، هذا يعرض على المواطن. ما حققت هالشيء ما يعرض على المواطن، بنى بيته ما يقدر يبيعه، فبالتالي يضطر انه هو يلتزم في مثل هالاشياء.
واضحه الفكره؟ واضحه. زين دكتور، انت يعني دائما نسمع ان الحكومه لديها الرغبه، ومثل مثل ما تفضلت ان التقيت برئيس الوزراء في السابق وقال لك القضيه الاسكانيه رقم واحد بالنسبه لي. تعتقد ان الحكومه الحاليه عندها الرغبه في حل هذه المشكله؟ جدا. انا اعتقد الحكومه هذه واللي قبلها واللي قبل كلهم، يعني حتى الوزراء، حتى الوزراء اللي مسكنوا ومسكنوا ومسكنوا، كلهم ودهم يحلوا القضيه بصريح العباره. الاشكال انه مو عارفين شلون. ليش؟ انحطوا في قالب معين، في نموذج معين، يعني نموذج فاشل. وهم يكررون نفس المحاوله في في في, في التجربه الفاشله، يعني هل يعقل ان احنا نقوم بحل قضيه يعني حاولها عشرات الناس بنفس الطريقه وكلها انتهت نفس الادوات نفس الاليه ونرد بنفس الاليه بنفس الادوات؟ طبيعي مآلها الفشل. فاحنا اذا نعتقد انه راح يجي وزير يوم من الايام ويكون على نفس السيستم ونفس الطريقه ونفس الاسلوب ويحل القضيه، احنا واهمين. وهذا الكلام مو اليوم اقوله، هذا الكلام قلته بالاستجواب. قلته ان بعد 10 سنوات راح تدركون ان الطريقه الحاليه المعمول فيها عقيمه ولن تنتهي بحال من الاحوال الى حل القضيه الاسكانيه. يعني انت قبل 10 سنوات تقريبا قلت هذا الكلام، من 13 سنه وقلت بعد 10 سنوات، ولما وراح تدركون حينئذ بعد 10 سنوات ان هاي الطريقه عقبه، نحتاج ان احنا نغير الطريقه. عندئذ ان غيرناها نكون اخرنا من عمر الاجل 10 سنوات. الحين مر 13 سنه على فكره، ونحن لا زلنا ندور على نفس الفلك. قانون 27 غير عملي وغير فعال ولن ينجح، قانون 47 غير عملي وغير فعال، وقانون 10 اللي صدر مؤخرا غير فعال وغير عملي ولن ينجح. ليش الحكومه متمسكه فيه دكتور؟ الحكومات كلها متمسكه فيه. الحكومه ما تغير، ليش؟ الحكومه مو متمسكه فيه، الحكومه ضعيفه امام المجلس لان تضع تصور وتفرض على المجلس. اذا المجلس الذي المجلس الذي يمارس العناد في التغيير، مو بس في التغيير، يمارس العناد حتى في مناقشة البدائل. يعني مجرد انك تقول ان المشروع اللي عندي يكلف المواطن، ان المواطن يدفع 240، على طول يطلع النائب ياخذ الكلمة يدفع 240. هذا الصبيح يبي يدفعكم 240 من 40 دينار ل 240 دينار. هل يعقل يا مواطن ودولة الكويت قاعدة تدفع لي الأردن وقاعدة تدفع لمصر وقاعدة تدفع للمغرب وتسوي عندهم مساك وانتوا يعني عين عذاري إلى آخره؟ إيش ياخذ؟ ياخذ الجزء السيء من القضية، أنه رفعته من 40 إلى 240. أنا أقول صحيح رفعنا من أو نبي نرفعه من 40 إلى 240، لكن في المقابل تحصل على سكن. يعني أنا دائما أقول وأكررها هني، بيت 250 دينار ويحصل أحسن من بيت ببلاش وما يحصل. صح كلامي ولا لا؟ والله صحيح نظري. فاللي قاعد يمارس الذي قاعد يمارس السياسيين في الكويت اليوم هو هذا، ان انا بجيب لك بيت ببلاش بعد 20 سنه ما يحصل. اسمح لي، يعني ما يحصل. يعني انت الحين لما يعطيك البيت على سبيل المثال ببلاش عقب 20 سنه، تعتقد انت كسبت بيت؟ انت كلفك الايجار كثر بيتين ثلاثه، وكلفت في حياتك العمليه انك عشت في شقه وتنقلت الى اكثر من مكان، وتنقلت من اكثر من مكان، واي شيء سويته بالشقه راح عليك، اذا ديكور والذي منه الى اخره. انت في حقيقه الامر دفعت اكثر من لازم. التصور اللي قاعد اطرحه الحين يقول لك 40,000 دينار تاخذ بيتك وتمشي على البراد، الحكومه فرحانه انك كلفها اقل، عدل؟ والمواطن المفروض فرحان لانه سكن بسرعه. الناس سكن بسرعه 40,000، شنو 40,000؟ الحين بعض الشباب، يعني لا مؤاخذه، يعني مؤاخذه بقول بعض الشباب وليس كل الشباب، مرات يقترض عشان يشتري سياره ب 40,000. ولا هي مو على هذا بيتك صح يعني صح. لا والحين نسمع ان سين من الناس عنده طلب سنه 2001 او 2000 ويبي طلب 96 يبدل، او يبي ارض طالع على شخص يبدل ويدفع له 80,000 عشان بس يبدله، او 100,000 علشان يبدله. بالضبط. فمثل ما تفضلت، يعني هو المنظور الاسكاني يعني قد يقتنع فيه الكثير. اكو بعد اخر بعد، يعني انت لما تتكلم عن على سبيل المثال اليوم لو تقول بنسوي شقق مثلا، يعني عشرات يكون ضدك، عدل؟ مئات. ما يخالف. احنا نقول كالاتي، شنو فيها لما يصير التصور في بيت 400 متر وفي شقة مثل ما تقول 130 متر مثلا، يعني أتكلم على شيء وانزل شيء، عدل؟ وأقول الخيار للمواطن،
الخيار للمواطن. طيب إذا المواطنين كلهم ما يبون شقق وين يروحون؟ يروح للخيار الأعلى. لا لا طيب هذا ما يعيب التصور عدل، لكن ماذا لو الناس لما اليوم ترفض الشقق على سبيل المثال؟ أنا شخصيا أرفض الشقق حق نفسي، يعني عشان لا أحد يقول يسأل يقول روح اسكن بشقة ولا ذي من، أنا شخصيا أرفض الشقة في نفسي عدل. لكن احنا تصورنا على الشقق اليوم هو الشقق اللي موجودة في حولي والفروانية وانت رايح، عرفت شلون؟ لكن ماذا لو ان الشقة مساحتها 200 متر او 250 متر مربع وفي مجمع على البحر والمجمع تحته شوبينج مول وخدمات وخدمات كاملة ومدرسة عيالي في الدور 15 من المجمع ومستوصفنا في الدور الثاني من المجمع ومواقف سيارتي عندي مصعد اوقف ويمي المصعد يدخلني لغرفتي على سبيل المثال. تتكلم عن دبي دكتور. ويم بحر ولقون مثلا ما 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 نفذوا المشاريع هذه. انا بجيك في ذيك الساعه، في ذيك الساعه راح تلقى 10% 20% من المواطن يقول والله انا ابي هالشقه من اروع ما يكون، فيها سيرفيسز وحدايق وما اعرف ايش، يعني في ناس ترغب هذه الشغله. في ناس. طيب هذول الناس انا اذا اعطيتهم الفرصه هال 10% لما ياخذون هال 10% هذول 10% من اللي استفاد من انهم خذوا؟ استفاد ال 90% اللي ينتظرون بيت، مو صح؟ صح. فتعجلت فرصتهم كم بنسبه 10%؟ 10%. احنا شو نقول؟ نقول انت اطرح عده بدائل، كل واحد له ظروفه. واحد باختيار وباختياره، انت ما جبرت احد، ما جبرنا احد، باختياره، واحد يختار يقول والله انا ابي قسيمه 400، واحد يقول لا والله انا ترى شقه انا ما ابي اروح برا بعيد عن الديره. تناسبني الشقه في المنطقه. انا مستعد اخذ لي شقه تكون في منطقه بالسالميه امام البحر ولا في المكان يعني شويخ باللقون ما اعرف ايش الى اخره. وارد مو وارد؟ طبعا. فعندئذ يختار المواطن كيفما يشاء وكيفما يريد، لكن ما تفرض عليه الحكومه شيء انك يا تاخذ هذه يا ماكو. لا لا اللي فهم انك انت تفرض الشقق او تفرض ال 200 متر. لا بل اني انا في احد المواطن في السابق كنت اطالب ان اذا رحت بعيد عن الكويت ليش تعطي 400 متر؟ اعطى 600 متر، اعطى 1000 متر، ليش ما تعطي 1200 متر؟ يعني الخيارات تصير اكبر وافضل اذا رحت الصبيه مثلا او اقصى الشمال او الجنوب. طبعا اذا انا رحت اقصى الشمال صارت غير مرغوبه، شو اسوي؟ اوسع المساحه، أغري الناس إنه يروحون، مو عدل؟ عدل طبعا. وإذا جيت بالديرة، إذا جيت بالديرة أصقر المساحة وأخليها شقق مثلا مثل ما قلت، ولما أقول شقق نتكلم عن شقق كبيرة. زين دكتور احنا يعني والحوار طويل والقضية متشعبة وطويلة، ولكن نحتاج منك إلى كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء. أنا أقول ببساطة ببساطة إنه من الغباء أن تعمل الشيء مرة ومرتين ثلاث بنفس المعطيات وتتوقع النجاح. الثابت قطعا ويقينا أن أسلوب تنفيذ الحكومة للرعاية السكنية عبر السنوات الماضية بلا شك أسلوب فاشل وغير قابل للإنقاذ، وأي وزير آخر يجي يقول بنسوي نظام بنسوي لجنة بنسوي فريق عمل هذا كل هالحكي لن يؤدي في حال من الأحوال إلى أن نحل القضية الإسكانية. حل القضية الإسكانية تكمن في أن حنا نبدأ صفحة جديدة بالتفكير ونترك عن أنفسنا العناد وننظر للجانب بطريقة محسوبة حسبة جيدة بحيث أنه لا يتضرر المواطن، المواطن يدفع من ناحية ربما يدفع شوية زيادة مقابل أنه يحصل على رعاية سكنية أو والحكومة وما ينتظر الجانب. بعد ما ينتظر كثير 10 سنوات و15 سنة و20 سنة على أساس أنا حسب المعطيات الحالية اللي يقدم الآن على الرعاية السكنية لن يقل الانتظار عن 25 سنة إلى 30 سنة. والله مدة طويلة يا دكتور. أنا أجزم، ولا مو بس مدة طويلة، في أحسن مراحل العمر اللي قاعد تضيعها، أحسن مراحل العمر اللي من الزواج حتى يكون عمرك 45 حتى تزوج ولدك، حتى تزوج ولدك وولدك يبدأ العداد من الصفر يعني. طبعا الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتور على هذا اللقاء. سامحونا والله، الله يحفظك. حياك الله يا دكتور. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة، نترككم في رعاية الله، هذا طلال الكشتي يحييكم، مع السلامة.